مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور شو في الموسم الثاني. ضيف اليوم فنان عالمي، مؤلف موسيقي، عازف عود بطريقه غير تقليديه. رحبوا معي بضيفنا عروه صالح من مدينه دمشق. اهلا وسهلا فيك عروه في برنامج نور شو. اهلا وسهلا فيك نور، شكرا على المقدمه. شكرا. لسه ما حكيتك الا لسه ما حكيت. اوكي. عروه صالح، لو تكرمت نخلي الناس تعرف عنك معلومات ما حدا بيعرفها. لسه ما حدا بيعرفها. لسه ما حدا عارفها. تفضل. اوكي، شوي صعب انه ما حدا بيعرفها. عروه صالح هو اسمي، انا من مواليد الشام 1985. حقيقة كنت عايش طول حياتي بالشام، ودرست أول شيء ببيروت، بعدين رجعت كمل دراستي بالمعهد العالي للموسيقى بالشام وتخرجت من هنيك. بال 2012 انتقلت على النمسا. أول شيء عشت 4 سنين بمدينة لينز قبل ما أجي أعيش بفيينا. أنا بعزف عود طبعا من أنا وصغير، يعني من أنا وعمري تقريبا 8 سنوات يعني بلشت أتعلم عود. وعلى كبر صرت اكتب كمان الموسيقى تبعي. بال 2014 بلشت يعني اكتب بشكل جدي، بال 2013 بلشت اكتب بشكل جدي ولهلا. المشكله هدول المعلومات كلياتهم يعني ممكن يكون ناس تعرفون. عم حاول لاقي شيء معلومه ما حدا بيعرفها. عروة، لما اخترت انت آلة العود طبعا كنت صغير، شو سبب اختيارك لآلة العود؟ انا ما اخترتها، يعني انت بتعرف نحن كيف ببلادنا، يعني نحن دائما اهالينا هن اللي بيختاروا الآلة الموسيقية. نحن كنا 4 بالبيت، يعني شابين وبنتين الأولاد. فأمي أمي كان عندها، العائلة كلها بتشتغل بالفن. جدي أبو أبي كان شاعر وكمان يعني كل العائلة بتشتغل بالفن، خريجين فنون جميلة بيشتغلوا بالشعر وهيك. فشي تقليدي كان لازم أنه نحن نتعلم آلات موسيقية. فأمي قررت نحن 4 البنات يتعلموا آلات كلاسيكية غربية والشباب يتعلموا آلات كلاسيكية شرقية. فنحطيت بهذا الموقف، تفضل هاي عود. انت وصغير فبلشت اتعلم. طبعا مو اخواتي مو كلهم، يعني عندي اختي الكبيره اللي كانت عم تعلم بيانو بطلت، انا بعدين ضليت عم بعزف عود. اختي اللي اصغر مني غيرت، صارت تعزف كونتر باس، هلا بتعزف بالاوركسترا ما شاء الله. كونتر باس. اخي الصغير باع القانون، لانه امي فرضت انه يعزف قانون، باع القانون واشترى درامز وبعدين بطل القصه. انا الوحيد اللي ضليت مع العود. ثبت على العود. ويعني ما كنت كتير متصالح مع الموضوع دائما، لانه يعني على صغر طبعا انه عم نروح المعهد عم نتعلم ام هيك، وكنت لسه بحبها للآلة، عم اتعلم عليها. بس بمرحله المراهقه بقى انا صرت اسمع روك وفتت بهي القصص، وكان حلم حياتي اعمل فرقه روك. هو احد اسباب انه خلتك تعزف العود بطريقه غير تقليديه؟ ممكن على فكره لعبة، يعني هي الحاله بانه انت بأنه أنت عم تسمع بالبيت موسيقى معينة، وطبعا عمل لك أتينا إيجر يعني كمراهق بدي صير عازف جيتار، خلاص ما في مجال، وطول شعري وكذا وأطلع على الستيج وعازف طرح شعر بس ضليت عم بعزف العود. بس يمكن هي هذا الشيء أكيد أثر بالشيء اللي أنا عم بعمله حاليا، لأنه كل بنهاية في مرحلة واحد بتصالح فيها مع حاله، بيقرر أنه أنا على الستيج على المسرح بدي أعزف نفس الموسيقى اللي أنا بسمعها بالبيت، فيمكن هذا الشيء أثر. لكن اختيار الآلة ما كان اختياري الأول، بالعكس أنا جربت أترك كذا مرة بس هي ما تركتها، هي ما خلتني. أمي اللي ما كانت تخليني. فأنا تعلمت الآلة، تعلمت العود طبعا، وهذا الحكي من 8 سنين هلأ، يعني صاروا عمر ما شاء الله، صاروا عمر. طب شو رأيك نسمع مقطوعة موسيقية طبعا من أعمالك؟ طبعا. أنت وبسمة؟ أنا وبسمة جبر طبعا. شوف thank you.
إن شاء الله الله يعطيكم العافية. طب عروة، الموسيقى حتى توصل رسالتها هل تحتاج إلى قصائد أو شعر أو أغاني مسمين إحنا؟ هلا شوف، أنا بالبداية أول ما كنت عم بلش أشتغل كنت شوي بعيد عن الكلام المغنى، يعني كنت عم جرب أعمل موسيقى آلية instrumental أكتر، لكن هذا الشيء هي العلاقة مع الكلمة كل عم تتغير وعم تتطور. بعد ما بلشت مشروعي أنا بسمة مثل ما هلأ شفت، صار عندي أنا كمان أسست لعلاقة تانية مع الكلمة وصارت أقرب لألي، صرت بتخيل موسيقتي مع الكلمة. فهل الموسيقى بشكل عام تحتاج للشعر؟ ما بالضرورة تمام، لكن أنا حاليا عم دور بفلك الشعر حاليا كعروة صالح، حاليا لسه عم دور بالكلمه وعم بتخيل انه عم تخيل الموسيقى كمان بهذا المجال. هذا الحكي كمان عم يفتح لي بواب تانية، لانه خلال اول ما اجيت عملي هون بالنمسا اول 3-4 سنين كنت دائما اشتغل بس موسيقى اليه بشكل كتير بعيد، كتير بعيد عن اي شيء تراث او اي شيء محكي او حتى عن القصائد الصوفيه بعيد عنها. بس وقت بلشت اطرق هذا الباب وبلشت اشتغل فيه، بلشت بسمع اساسا هي تجيب هي الاضافه لموسيقتي، قدرت اكتشف انه اشياء تانية كمان قديش هي
الكلمة بتخدم اللحن، وقديش اللحن بيخدم الكلمة، قديش هذا الحكي جزء لا يتجزأ كمان بالنسبة لي من المشروع تبعي اللي حاليا عم بعمله. فصرت قدران اتخيل، بالعكس صرت بدون مو بس ما عاد موضوع قدرة، صار موضوع تلقائيا. صرت وقت انا بكتب موسيقى صرت دائما بتخيل نص. طبعا احنا رجعنا صرنا نبحث عن نصوص، اشتغلنا نصوص للحلاج، اشتغلنا نصوص لابن عربي، اشتغلنا نصوص شيء خاص. ما هي كمان المشكلة الثانية، عرفت شو المشكلة الثانية؟ كمان علاقتي انا مع الكلمة لسه جديدة، مع انه يعني انا بقرا شعر ويعني بشكل عام لسه ما عم بوثق بحالي بهي الطريقة. اشتغلنا مثلك اشتغلنا نصوص قديمة، شعر قديم، حتى رجعنا اشتغلنا نصوص، يعني اشتغلنا اغنية مثلا، في اغنية لصباح فخري تبع انا في سكرين من خمر وعين، اللي هي قصيدة كمان لشاعر سوري، رجعنا احنا هي القصيدة اشتغلناها بطريقة اخرى بلحن تاني، اشتغلنا اغاني تراث. يعني لساتني عم دور بفلك الاغنية اللي هي تمام اوريدي تغنيت، بس لسه ما عم نوثق بحالنا نكتب. طب هذا نفس الالبوم اللي عم تعملوه انتو؟ هذا نفس الالبوم الجديد اللي اطلقناه. تمام. تراثنا هي او الاغنيات التي نتذكرها. تمام نفسه هذا الالبوم. هي المشكلة انه هو مو تراث، لانه نحن كان في حالة اول شيء انه بحث انا وبس ما انه شو بدنا نعمل، شو هو الالبوم بدنا نقدمه. نقدم اغاني تراث مثل ما هي، كمان ما كتير بيشبهنا هذا الموضوع. نحن بالنهاية سوريين عايشين هلا بهذا الزمن، ما مر علينا، يعني نحن ما يعني مع كل الاشياء اللي غيرتنا واللي طورتنا واللي فتحت قدامنا بواب تانية، وهذا الشيء بيأثر عليك كإنسان أولاً، وفنان بشكل تلقائي بيتأثر. فبالتالي أنا ما عاد أدران كمان أقدم تراث مثل ما هو، لأنه أنا اختلطت الأمور حتى جوات رأسي، اختلطت الأمور من أبسط الأشياء، من الأكل لللبس للأصوات للضجيج للتأثيرات، وهذا كله تنعكس بالألبوم. نحن جربنا نتذكر أغاني، نتذكرهم بالطريقة اللي نحن نقدر نتذكرهم، حتى تبنينا هذا المبدأ كلياته بالتصميم بكل شيء. تبنينا هذا المبدأ انه نحن بس عم نتذكر اغاني، فممكن تلاقي لحن صغير من اغنية والكلمات من اغنية تانية. حلو. وحافظنا عليها مثل ما هي. طبعا رجعنا بنينا وكتبنا موسيقى زيادة فوق، لانه انت بالنهاية الذاكرة تبعك هي مو دقيقة. نحن ما بنتذكر الامور كما كانت، نتذكر الامور كيف نحن بنشوفها هلا. وهيك قدمنا كل أغنية، كل أغنية متذكرها قدمناها كيف نحن هلأ منشوفها مع تأثير الوقت اللي عايشينه. سبب اختيار بسمة إنه تكون معك في الألبومات اللي عم تعملوها؟ هي بسمة، مع أنا وبسمة بلشنا 2015 تقريبا، وكان وقتها هي اشتغلنا بمشروعي، أنا كان عندي مشروع تاني اسمه مشروع روح، وصدفنا بسمة معنا بهذيك الفترة. بلشنا نبني علاقة موسيقية شوي، يعني بلشنا نبني نوع من أنواع التفاهم، عرفت شو؟ بلشنا يعني أول شيء كنا عم نعزف مع الفرقة كلها، بعدين قررنا نطلع نعمل غنية لحالنا بوجود الفرقة، بس يعني لساتنا يعني أنا وياه لحالنا. بعدين شوي بلشنا نطور هذا المشروع، صار في حالة من الألفة، صار في حالة من يعني قربنا من بعض، حالة من التفاهم. فبالنهاية بشكل طبيعي كان انه هي بسمة. حقيقة انا دائما بقول انه بسمة فتحت لي بواب الكلمة، لانه انا قبلها ما كنت، ما شاء الله، هي مغنية تراثية، هي حافظة اغاني التراث، بتغني اغاني من مدن سورية حافظتهم، يعني ما بتعرف كيف، مثل بنك الاغاني هي صايرة حافظة اغاني، وعم تقدم لي عالم انا بالنسبة لي كان بعيد عني، لانه انا بالنهاية يعني ابن الشام مثلا، انه نحن يا اما ربيانين مع البوب مع الموسيقى يعني الشعبية ومو تراثية، يا أمر ربيانين مع الموسيقى اللي نحن نسمعها ومع الضجيج ومع السيارات. بس ما بتغني أغنية ريف سوري جميلة، وهي الطريقة هي فتحت لي هذا العالم. وأنا كنت عم بشتغل بموسيقى الجاز، فأنا كمان يعني قدمت لها جزء تاني، هاي حالة التكامل خلتنا نشتغل مع بعض. فمن 2015 بلشنا شوي نطور هذا الثنائي، ولو صلنا انه بال 2019 اطلقنا هذا الالبوم. ما شاء الله. نعم. في احد مقابلاتك عروة وصفوك بانك رحاله موسيقي، رحاله موسيقي، تبحث عن بصمتك بين الشرق والغرب، شو يعني؟
أنا بتذكر هاي المقابلة. هلا الحالة موسيقي وأبحث عن البصمة، ما في هاي حالة، يعني أنا ما بدي أقول إنه حالة ضياع بالهوية أو شيء، بس في هاي الحالة اللي إلها علاقة بإنه أنا إيه علقان بين الاثنين، أنا علقان بأغنية بتغنيها ستي، وعلقان بفرقة روك، علقان بين الاثنين. وهي الحالة إنه تبحث عن بصمتك بين الشرق والغرب، مرقت علي فترة كنت حسها شيء سلبي على فكرة، يعني مرقت فترة كنت حس إنه هذا الحكي ما بيساهم بخلق هوية فنية معينة، بس بعد فترة صرت تصالحت مع الموضوع وبلشت استوعب إنه لا بالعكس، ما نحن نتاج هذا الحكي، السوريين اللي عايشين هلا بأوروبا ما نحن نتاج هاي الحياة، عرفت شو؟ نحن نتاج أزمة الهوية بين الشرق والغرب، أزمة الهوية بين الأشياء اللي نحن متعودين عليها واللي عم نعيشها هلا. وبعتقد كنت عم ببحث عن بصمتي بين الشرق ولا زلت، بس البحث هلا صار أخف، يعني معنى مؤرق بهي الطريقة. تمامًا. طيب أنت راضي عن مستوى أدائك وتسجيلاتك حتى الآن؟ كمان أوكي، مو بالضرورة بكل شيء، عرفت شو؟ بس أنا كمان ماني مع إني أنقد نفسي بشكل مجاني، لأنه بالنهاية إنك تقدم أعمال جديدة يتطلب كمية ثقة بالنفس كتير عالية، ويتطلب بإنك أنت توسى بقدرتك ولحتى تقدر توقف على المسرح وتقدم شيء جديد أو جريء. فمشان هيك أيامات بشكل عام حالة رضا ما في حالة رضا، أي عمل بسجله برجع بتمنى ما أسمعه، مشان يعني حتى المقابلة يمكن احتمال ما أشوفها، لأنه بدي أقول أنا ليش هيك حكيت، عرفت شو؟ هيك كان أحسن. لو حاكي هيك كان أفضل. نفس الشيء بالموسيقى، أنا لو عازف هيك كان أفضل، لو عامل هيك كان أفضل. فدائما في حالة هاي النقد. لو شعرت إنه فعلاً مثلاً إنه هاي الموسيقى اللي سجلتها أو اللي ألفتها ما كويسة، ما بتعرضها؟ بأي ما بيكون خلص العمل صار قدام العالم، يعني عرفت شو؟ ما بتعود ما تريد. ما أنت كمان على الستيج على المسرح نفس الشيء، شيء لحظي، يعني في شيء انتهى خلص، تقدم مجرد طلع الصوت من الآلة وصار عند العالم، ما فينك تروح ترجع تسحبه، عرفت؟ فأنا كمية رضا بأنه أنا راضي، لا بعتقد أنه بأنه أنا لسه في كتير مجالات فيني أتطور فيها، في كتير مجالات أنا عم طور حالي فيها. أنا دقيت أول مبارح لصديقي قلت له أنا لازم أشتغل شوي على الهارموني، على الكورد تشينجز، بأخذ عندك دروس، عرفت شو؟ مع أنه هو بيعزف بفرقتي. حلو. فهي أشياء طبيعي أنا يعني عم طورها، لكن بنفس الوقت بحاول ما أنقد حالي بشكل مجاني، مشان ضل عندي هي الثقة انه اطلع المسرح ولا بتروح، عرفت؟ ما شاء الله. هذا احد اسباب وصولك للعالميه. طيب عروة، رح نطلع فاصل ورح نحكي بعد الفاصل عن مشروع روح للموسيقى العربيه المعاصره. اصدقائي، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم اصدقائي من جديد، مرحب مره ثانيه بالفنان عروة صالح. اهلا وسهلا فيك عروة مره ثانيه. عروة، هل يمكن أن تخبرنا قليلاً عن مشروع روح للموسيقى العربية المعاصرة؟ طبعاً روح أول هو أول مشروع أنا بلشت وقت جيت على النمسا. طبعاً أنا جيت على النمسا مثل أي سوري تاني، طبعاً جيت 2012 لسه ما كان في سوريين كتير، فعملياً ما كان عندي لسه لا علاقات ولا أي شيء. عن طريق موسيقي تعرفت عليه بمهرجان الجاز بسوريا، الله يرحمه اسمه ألب بورا. عن طريقه أول ما كان عايش هو بفيينا، أول ما وصلته سألته إنه أنا بدي بتعرف موسيقيين هيك، فبعت لي كونتاكت لعازف بيس من أساسا من إسطنبول وعايش هون اسمه أويغر تشالي، وأنا وياه بلشنا نعزف، بلشنا نجرب مع بعض. بعدين كان في بيركاشنست اسمه جيراد رايتا اللي هو بدرس بيركاشن بجامعة لينز للموسيقى، نحن ثلاثة بلشنا مع بعض بهذا المشروع. المشروع كان عبارة عن ما كان لسه بعيد عن الأغنية، مثلا مثل ما كان في أغاني، ما كان في، كنا عم نقدم موسيقى آلية، وبلشنا بهذا المشروع نتوسع شوي شوي. بعد كم سنة صرنا نعمل تورز بكل النمسا، صرنا نعمل ورشات عمل، وأخذ هذا المشروع شوي طابع اجتماعي بعدين، لأنه صرنا نفوت على المدارس نعمل ورشات عمل عن الموسيقى العربية مثلا للطلاب اللي من أصول مهاجرة وللطلاب اللي النمساويين.
سلسلة من ورشات العمل، سلسلة من حفلات للأطفال، سلسلة من الحفلات الأخرى، لمرحلة عزفنا البال تبع أوبرا هانوفر، نحن طلعنا وعزفنا هنيك، لمرحلة بأنه الاحتفالات الرسمية بالمدينة لينز، الأشياء اللي كتير كنا نحن اللي نطلع نعزف فيها. اندعينا نعزف هون كمان مع كورال الكورال فيينا تبع اسمه فينا سانكنا، إذا عرفتهم هون كمان اندعينا معهم. فالمشروع صار أخذ شوي بعد اجتماعي، ومن وراء أسسنا شغلة اسمها، عملنا شيء اسمه روح فيتشرينج سوريين أبرود، لأنه صرنا نجيب سوريين عايشين بالخارج ونعمل معهم تور. فكان واحد من ضيوفنا مثلا عازف الكمان مياس اليماني، طلعنا بتور بجولة موسيقية فوق 6-7 حفلات. حلو. بعدين كان في ميرنا أسيس مغنية كمان سورية عايشة بإيطاليا، طلعت. كان في باسر الجوب اللي هو سجل معنا بالألبوم كمان كمان طلعنا نحن وياه تور، وبعدين كمان بسمة كانت جزء من المشروع. فهذا يعني هذا المشروع مو كان بس لإلي يعني نافذة إنه أنا أعبر فيه عن موسيقتي، كمان طريقة إنه أنا أكون نوعا ما فعال بهذا المجتمع. فكنا دائما وقت صار في أزمة اللاجئين صرنا نحن نطلع نعزف بكل الأماكن اللي فيها تجمع للاجئين السوريين، ودائما بواحدة من أهم الشروط بأنه كل اللاجئين يعني بغرض أنه نرجع يعني نتواصل مع العالم، خصوصي أنت بتعرف بالنمسا في ضياع الأبعاد اللي بآخر الدنيا، عرفت شو اللي ما حدا بيوصل له، صعب واحد يوصل. فنحن أسسنا يعني صرنا دائما نركز على هاي الأشياء، وهذا الشيء خلى المشروع يربح جائزة حقيقة بال 2015، اخذ الانتجريشن برايز، جائزه الاندماج، افضل مشروع ثقافي. ممتاز. يعني افضل مجهود مشروع عم يقدم مجهود للاندماج اخذها بالنمسا، هي اول جائزه. حلو. ويمكن الاخرانيه بعد. بس هي كانت يعني كانت من مدينه لينز وقتها، انه يعني شيء جدا جميل انه احنا عن جد قدمنا جهد، تعطيك تشجيع اكثر، تشجيع اكثر تماما، ومو بس تشجيع للموسيقى، لانه للمجهود النشاط الاجتماعي اللي قائم وراها، لانه احنا كان فيها كمان مثل يعني وجهه نظر سياسيه واجتماعيه له علاقه بانه الاندماج مو مثل ما مو مثل ما هن بيسوقوا له، انه نحن نتحول يعني ننسى كل شيء ونصير مثل ما مطلوب منا. نو، الاندماج هو انك كنا نحن بنقول الاندماج بانه نحن نبقى ونعتز باللي نحن فيه تماماً. اساسا ونتواصل من خلاله، يعني هو التواصل. فهذا المشروع كتير وقتها أنا على الصعيد الشخصي ساعدني وخلاني أتعرف على كتير موسيقيين، وأنتجنا الأول ألبوم 2014 اسمه رحيل، وتماماً. وكان في معي عدة عازفين، كان في كريستيان فيت عازف كمان، باسر الجوب من سوريا عازف ساكسفون، توماس كانش عازف ترومبيت، وأطلقنا هذا الألبوم وربحنا الجائزة وكنا طول الوقت. من وجه لهم تحية جميعاً. أنا بوجه لهم كلهم تحية جميعاً. طيب وشو كانت الخطوة الثانية بعد مشروع روح؟ هلا هو مشروع روح هو ساقنا اخذنا لمكان ثاني عن طريق مشروع روح. نحن في صديقي عازف الكمان كريستيان فيت عايش بالنمسا العليا، واسس اوركسترا، وهي الاوركسترا اسمها كامينيون اوركسترا، فمن روح نوعا ما هذا الحكي اخذنا لمكان ثاني. اشتغلت مع اوركسترا لفترة طويلة حتى انتجنا البوم، فكنا بهذا الالبوم اسمه نوافذ على الشرق. تمام. قدرنا كان لطيف هذا الالبوم، لانه قدرت عن طريقه ارجع اتعاون مع اصدقاء لي بسوريا. يعني كان في الصديق ناريك عبجيان اللي هو موزع موسيقي ومؤلف وعازف بيانو بسوريا، قدرنا ناخذ منه اغنيه جفنه وعلم الغزل. حلو. رجعنا انتجناها بطريقه الاوركسترا ورجعنا عزفناها. كمان كان في واحدة من قطعي اسمها الزائد اخو الناقص اللي انا سجلتها اوريدي بالالبوم الاولاني رحيل، رجعنا كمان انتجناها مع الاوركسترا. وطبعا والشيء اللطيف كمان انه هذا كمان اسس لعلاقه اعمق بيني وبين بسمه، لانه بسمه كمان كانت ضيفه بهذا الالبوم وعلاقه اعمق كمان مع مياس اليماني. فكنا ثلاثه سوريين، مياس اليماني وانا وبسمه جبر، يعني مثل بضيافه الاوركسترا كلياتها اللي هن جميعهم نمساويين. ما شاء الله. فانتجنا هذا الالبوم 2016، وطبعا عزفنا بالنمسا وبسويسرا، طلعوا عزفوا بدبي، وهي مع فرقه صغيره من الاوركسترا. كمان عزفنا مع المغنيه الاردنيه مكادين احاس، كمان بوجه لها تحيه، كمان هون بفيينا. فهذا المشروع لحاله اخذ جزء، وشوي شوي بعد هذا المشروع بلشت انا انتقلت على فيينا، وبلشت انا شوي اتطرف. عرفت شو يسيبني حاله انه
انه صرت بدي ركز على اشيائي اللي انا بدي اياها. فكانت بعد الالبوم تبع الاوركسترا طلعنا بلشنا انه بسمه بشكل جدي نشتغل، واشتغلت بعدين على الانسامبل تبعي على فرقة تبعي. حلو، طب خلينا نسمع لقطه تحت بره. طيب عروة، تحكي لنا كمان عن فرقتك. فرقتي هو فرقتي وهذا الـ شو بسموه الانجاز اللي قيد التنفيذ او شيء لهذا المشروع اللي كمان بتطور. هاي الفرقه اول ما بلشت كانت عن جد مثل مختصر لكل الاشياء الاخرى اللي كنت عم بعزف فيها، فبس شوي شوي صارت تختلف. اول شيء عزفنا بشكل جدي اول مره بنطلع فيها كان بال 2017 باختتام مهرجان سلام اورينت، كانت اول مره بينكتب بواحد من اهم المسارح بورغي امبيس اسمه، بينكتب عروه صالح انسامبل. وطبعا انا بالنسبه لي كانت يعني كانت فرحه كثير. انا بتذكر او وقت كنت بالشام كنت احضر حفلات بهذا المسرح للفرق الثانيه، انه شوف اسمي وهيك، ويعني شغله كثير كانت مهمه لإلي يعني وقتها، اعطتني كثير دفعه. شوي شوي هذا المشروع بلش ياخذ شكل، والحقيقه يعني هلا اكثر عم عبر فيه عن هي الحاله قلت لك عنها قبل، انه انا كان بدي اصير عازف روك. عرفت شو؟ فانا هلا معي بالمشروع في معي سيباستين سيمسا، درامر نمساوي جدا يعني بطل، يعني عرفت مخضر بطل. في معي يودت فاستل دبل بيس كمان من عالم الجاز كثير شيد، وفي عندي كمان جيتارست ايراني بمهان ميراراب من الناس المهمين بالورلد ميوزك سين، وانا وبسمه. فعم نرجع نعمل كل الاغاني اللي انا الفتهم او الاغاني اللي اخذ منها من التراث ورجع توزيعها. شو في صعوبه يعني باندمج بين الغربي وال
هلا ما عاد عم حس، انا ما كثير عاد عم حس فيها لانه هي هيك، عرفت شو يعني؟ مثل ما قلت لك هيك انا عم بتذكر الغنيه. ما انا وقت روح على البيت بتجيني اللحظات اللي بسمع فيها الشرقي الخالص، بس اغلب الايامات بكون عم بسمع فيها يعني شيء ثاني، فهي الخلطه صارت بتطلع هيك. هلا في صعوبات تقنيه، حتما في صعوبات تقنيه، بس نحن بما، بس انا بالنسبه لي هي صعوبات تقنيه، انه انا بدي اكون حافظ على التراث، انه انا ما بدي، انه انا ما بدي ما بدي اتصرف اي تصرف يكون يبعد الاغنيه عن اساسها. انا هذا بالنسبه لي حسمته، لانه انا ماني عم بشتغل تراث، ماني مجدد بالتراث، ولا عندي ولا عندي هذا التعريف عن حالي. انا عم بشتغل ذكرياتي بالطريقه اللي انا عايشه هلا، فهذا هي الصعوبه خفت، وهذا الحذر شوي خف. وبالنهايه انا بآمن انه الموسيقى مثل اي منتج، ناس بتحب تروح بتحضر بتشتري، مثل اي منتج بتروح انت بتشتري، فينك تحب شيء ثاني فما بتشتري. فهي الموسيقى هيك نحن عم نقدمها. وهلا طبعا يعني الاسبوع الماضي كنا عم نعزف هون بفيينا قبل ما نطلع انا وبسمه نعزف ببروكسل. هلا الشهر الجاي كمان عندنا حفله مع الانسامبل تبعي. كمان في شيء جدا لطيف انه بالصيف بجولاي كمان مشاركين بمهرجان، في معي مغنيتين بسمه وجولنار، جولنر مغنية إيرانية كمان. ويعني هذا المشروع لسه، بس هو بما أنه فرقة فأنا دائما بكون يعني هو بكون حفلاته شو نسميها، بدها شوي سيتنج مختلف، لأن يعني إحنا أول مرة بنجرب نعزف بكلوب. كلوب عن جد يعني طلعنا عازف عود على الواقف معه درامز وإضاءة وسموك ماشينز، عرفت؟ كله هذا السيتنج جديد يعني، من أصغر تفصيل لأكبر تفصيل عم نحاول نشتغله. أهم رحلاتك حول العالم، كنت أنت ممثل عن النمسا، تحكي لنا شوي عن هالرحلات. أنا بال 2015 كنت انحظيت بإني تعرفت على بيانيست كتير أثر بحياتي موسيقيا اسمه كريستوف تشيك، وكان وقتها هو رئيس قسم الجاز ببروكنا يونيفرسيتي بجامعة بروكنا. أنا وكريستوف بلشنا طبعا هو هذا الحوار بين حدا كتير بيشتغل موسيقى جاز معاصرة وبين حدا لسه عم يبني خطواته لسه بهذا المجال. وعن طريقه تعرفنا كمان على كلارينيتيست تاني اسمه أولديك تريكسلا، وكان في هذا التريو. هذا التريو طبعا عن طريق وزارة الخارجية النمساوية طلعنا عزفنا بتركيا بإيران، مثلنا كمان النمسا بفيتنام بمهرجان الموسيقى الأوروبية، فكنا دائما نسافر وهيك. بعدين طلعنا على استونيا كمان مع عازف كمان مع عازف فايولين، يعني كمان طلعنا على استونيا وصرنا عن طريقهم، عرفت شو، عن طريق الوزاره الخارجيه هي تبعها بكون في مهرجانات. فكان كتير مضحكه بتصير معي يعني اشياء مضحكه، انه بتطلع المسرح بقدمك السفير بيقول انه معنا عازف العود النمساوي، عرفت شو؟ انا وصالح تطلع انت دقنك هيك، عرفت شو؟ ما معك انت لانك نمساوي ولا شيء، يعني ماسك عود، ماني حامل جنسيه. فانا مره طلعت على المسرح قلت له انا مقيم، انا مقيم وبشكل جدا سعيد بالنمسا، انا انتمي لهذا البلد، بحبه وبحب اعيش فيه، بس انا ماني نمساوي بهالبساطه يعني. فكانت عن جد كيف بصير معك مواقف لطيفه. طبعا انت كسوري، انا لسه كان معي الباسبور السوري، فانت كسوري دائما بتصير معك هاي المواقف تبع انه الفرقه الاثنين نمساويين بالمطار بيمرقوا، عرفت شو؟ الا انت السوري لسه بتضل واقف برا. واخر شيء بيطلع السفير بيقول لك العازف النمساوي. لا بس كانت تجربه كتير لطيفه، عملنا ورشات عمل يعني بفيتنام. انا لا بتذكر انه رحنا على هوتشيمين وعلى هانوي، يعني في اماكن عملنا فيه ورشات عمل. طبعا انت عرفت هي ورشه العمل اللي انت ما بتعرف انت عم تستفيد ولا انت عم تفيد، انت عم تعلم موسيقتك صح، بس تعرفنا على موسيقيين كتير ظراف بايران كمان. انا يعني ما كنت بتخيل انه ممكن اطلع لهنيك كمان موسيقيين، ناس عايشين بتركيا باسطنبول. هي تجارب كانت لطيفة. اهم المسارح اللي طلعت عليها؟ هلا هي ما بعرف، كل المسارح كانت، اي جزء يعني من اول مسرح عزفت عليه عزفت فيه بالنمسا كان بلينز بالألتشتات. أنا كنت عايش بالألتشتات وهيك، وفي مثل كافي شوب يعني وهيك، وله درج لتحت هيك بالأبو، في مسرح وهنيك. هذاك أول مسرح. من هذاك مهم لحفل افتتاح سلام أورينت ببورغي من شي شهرين، كل مسرح كان مهم. بس
بس كان في مسارح اكيد اللي بسموه مايلستون اللي بتعتبره انت انجاز. انا بالنسبه لي سلام اورينت كان انجاز، اني عزفت بالاوبرا تبع هانوفر كان انجاز، اني عزفت ببورغي ام بيس هون كان انجاز، اني طلعت تور باسبانيا، اني عزفت بغرناطة مثلا بغرناطه كان انجاز. صحيح المسرح مسرح مكتبه صغيره، بس انت بغرناطه كانك بالشام، عرفت شو؟ دار الاوبرا بفيينا بالأوبرا هاوس؟ لا ما طلعت، ما يعني عازف عود بالأوبرا هاوس. بعدين أوبرا هاوس هلا هون كتير له طابع سياحي، عرفت شو؟ نهار بيطلعوا عازف عود هون بالأوبرا هاوس مشكلة. لا والله لسه للأسف ما. طيب رح ناخد فاصل طبعا، نرجع نكمل حديثنا. أصدقائي فاصل ونواصل. ورجعنا لكم أصدقائي من جديد، مرحب مرة تانية بعروة صالح. هلا وسهلا فيك عروة. سهلا فيك عروة. هلا أنتوا بشكل عام تشتغلوا فقط على الصوت والكلمة، إلا في عندكم شيء مشاريع اشتغلتوا فيها على مثل على الصورة أو اليوتيوب فيديو كليب، شغلات هيك مرئية؟ هو نحن اللي عم نحاول شوي شوي نبلش نشتغل بالصورة. كان في عنا تعاون جدا لطيف مع فنانة سورية اسمها هدى تكريتي، اشتغلت ستوب موشن فيديو. ستوب موشن هو عبارة عن يعني هي عم ترسم وتصور، ترسم وتصور بكل ثانية. كان في تقريبا 9 أو 10 صور فريمات، بعدين حركناهم. هذا التحريك شيء بيلبق مع الأغنية. هذا الكتير أكل مجهود، ونحن كتير عم نشتغل على التفاصيل مع الصوت مع الكذا. هاي كانت تجربة كتير يعني مهمة لنا. ومننا بلشنا نفكر بطريقة تانية، إنه وقت واحد بيكون على المسرح كمان وراء يكون في هذا المشروع الفيجوال المرئي البصري. حلو. فنحن هلا عم نتعاون مع مجموعة من الفنانين إنه كيف نعمل. طبعاً بكتير مستوحين من تجربتنا الناجحة مع هدى تكريتي، لأنه هدى فنانة برائعة على الشغل اللي اشتغلته. يعني أنا أول ما خلصت قلت لها بدي واحدة من الصور أنا بدي أحطها عندي بالبيت، لأنه يعني كتير كان شغلها يعني فعلاً، حتى لأنه كان كتير لطيف. فمن هي التجربة من استحاء من عم نجرب لنعمل تجارب تانية. شيء أكتر وقت واحد بيكون أون على المسرح بنعرض وراء شيء أكتر، بس كلياته أكتر بمبدأ يعني تحريك صور، ستوب موشنز، أعمال فنية، تعاون مع خطاطين مثلا، مع ناس بتشتغل تخطيط خط عربي، مع ناس بتشتغل رسم مع الفنانين التشكيليين. رح يكون في الموضوع عم نحاول مجموعة فيديوهات، عرفت شو؟ بس إنه بشكل عام يكون دائما تعاون مع فنان، وهذا الفنان مو بس يشتغل اللي بدنا إياه، لا، هذا الفنان هو يعني يكون عمل مشترك، تماما عمل مشترك. ونحن طبعا صورنا آخر غنية من صورنا واحدة من أغاني الألبوم رمان كمان صورناها، وهدول دائما نحن يعني بنفضل دائما يكون في تصوير لايف للكونسرت، يكون في شيء جديد. كان في مشروع كمان مع جماعة ببروكسل، شباب سوريين لطيفين جدا، طلعنا عزفنا عندهم حفلة الأسبوع الماضي، وسجلوا كمان السيشن وصوروها كمان تكون على اليوتيوب. فدائما نحن في عنا هاي الأشياء اللي منقدمها. حلو. طب خلينا نشوف مقطع تاني ونرجع. فضل. Thank you.
طب أروى هلا فقرة السوشيال ميديا، أسئلة سألوك الناس ورح تجاوب عليهم بتحب أو بتحب تتحفظ على الرد. أوكي. طيب أين عروة صالح من السياسة؟ أوكي. أنا مثل كل واحد فينا عندي رأي سياسي خاص فيني، وعندي وعندي تطلعات وعندي طموحي وعندي كل هالأشياء، لكن أنا كمان مثل كل واحد فينا أو مثل أغلبيتنا أنا كمان يعني متعب من الموضوع، عرفت شو؟ صار في حالة إرهاق، وطبعا يعني أي حكي بالسياسة أيامات بحس إنه هو مبتذل بالمقارنة مع اللي عم يصير عنا ببلادنا، عرفت شو؟ فبحس حالي أيامات غير مخول أحكي فيها، أو أنا ما بسمح لحالي بإني أحكي فيها، لأنه بحس أي معاناة ممكن أحكيها، عرفت شو؟ أو علاقتي بوطني أو علاقتي باللي عم يصير ببلدي، دائما عم حس حالي كتير قليل. أيامات بحس أيامات بيصير هاي الأحداث الكتير كبيرة اللي بتحسسنا قديش نحن صغار، ووقت علاقتي بالسياسة كتير بتكون سيئة، عرفت؟ وأيامات بقدر أتصالح مع الموضوع، عندي رأي سياسي قوي بس دائما بخليه بالدائرة الصغيرة. كمان هذا الحالة التضارب اللي صارت بالمجتمع السوري اللي هلا بنعيشها نحن، على بشوف كيف الناس عم يعني كمان عم حاول كون ما كون جزء منه. يا سلام. طيب سؤال تاني عم بيقولوا فيه، شو اكثر شيء بيعيق تقدمك في النمسا كيف تتغلب عليه؟ لحال النقله بالمجتمع السوري للمجتمع النمساوي كانت شغله كتير جديده. لحالة لأنه أنا ربيان بالشام، دارس موسيقى وأنا وصغير بالشام، خريج معهد عالي بالشام، أصدقائي كلياتهم بيشتغلوا بالوسط، فبالتالي أنت بيجيك شغل من هون بيجيك شغل من هون، تعرف هاد تعرف هداك، عرفت شو عندك أي لحالة. فكرة أنه أنا وقت انتقلت لهون ما كنت بعرف حدا علمتني مهارات جديدة، فكرة أنه ما أعرف حدا، هي أزمة حقيقية علمتني انه اتعلم كيف اسوق لنفسي، كيف بيع المنتج اللي انا عم اقدمه، اتعامل مع الموسيقى كمان انه هي منتج. حلو. عرفت اتعامل مع انه هذا منتج، وقد ما كان ظريف ما حد رح يشتري اذا مو شكله ظريف، عرفت شو؟ تماما. وقد ما كان ظريف ما حد رح يشتري اذا مو الفينيشينج صح، اذا يعني اي شيء مثل. فتعلمت هي المهارات، وتعلمت كمان ابني حياه اجتماعيه جديده، وانه نخلق، هي كان وحده من الصعوبات. بس مو دائما يعني مو دائما الواحد بيتجاوز الصعوبات، يا ما الصعوبات بتكون اقوى فالواحد بيدركها. سؤال كمان بيقول، شو برجك وهل تؤمن بالابراج والتنجيم؟ برج الحوت. هل اؤمن بالابراج بالتنجيم؟ مو بشكل جدي، ايامات مسلية على فكره. ايامات مسلية مو بشكل جدي. ايامات يعني مثلا تبع انه هي طبعا اول السنه انت بس بدك تقرا اذا جايك مصاري، عرفت شو؟ من الاخر يعني بس بدك تقرا انه شو مشان الوضع الشغل المصاري، ودائما بيكتبوا لك سفر ومصاري وكذا، هذا الحكي مو جدي. هلا ما بقى من فيها بشكل جدي. كذب المنجمون ولا صدقوا. تمام. اكيد. بس انت مثل ما قلت، انت هي يعني انت بتستأنس تسلاي بس لا نهائيا ما بعمل. طيب كاتبين كمان، شو اكثر شيء بتحبه؟ يا بشكل عام أكتر شيء بالحياة كل شيء الأكل. أنا بطبخ كتير منيح. حلو. أنا هي هواياتي. ولا مرة عزمتني؟ شفت. أنا بازم أصدقائي شريك، وطبعا أنه بقعد، وطبعا مو أنه بيجوا بيأكلوا، يتفرجوا على التكنيك، لازم يقعدوا معي بالمطبخ. أنا حط موسيقى بيقعدوا معي بالمطبخ تبع ساعة زمان، أنا بطبخ وبشتغل وكذا، أنا يعني ديبك بهي الأساس طبعا. ضل عم بطبخ، هي أكتر هواية عندي، هي أكتر شغلة بحبها. حلو. متزوج أنت؟ عندك أولاد؟ أنا غير متزوج لكن عندي ولد. طبعا عندي هلا ولد صار 9 سنين ما شاء الله. وبيعزف. هلا من جديد انا عم اقول له، سالته شو بدك تتعلم؟ هو وقت كان صغير كان يطلع معي تورز ويسافر. فرض عليه مثل ما فرضت والدتك عليه. ما فرضت عليه وحياتك. انا خليته صار يطلع يسال، فكر كل العالم بتعزف، لانه كل اصدقائي موسيقيين، فدائما بيسالك اول شيء بالالماني بيقول لك انه شو اسمك؟ اوكي. بعدين انت بتعزف آلة؟ فيعني هيك بيسال كل العالم. هلا وقت كبر، هلا صار 9 سنين، فانا عم اقول له انه شريك شو بدك تعزف؟ قال لي بدي اعزف درامز. جبت له درامز ويعزف. طبعا هو بينادي لي باسمي، ما بينادي لي لا بابا ولا دادي ولا شيء، بينادي لي عروة. انا شو بحطه هلا يعزف معي درامز. حلو حلو حلو. الله يخليه يا رب. المستقبل في نظرك هل سيكون افضل؟ بتمنى اول شيء المستقبل يكون افضل ل ل ل
لنا مو لنا لكل البشرية بشكل عام، لكن بتمنى انه كمية العذاب بتقل على السوريين، لانه بتمنى هذا الأسى شوي هي بتمنى يكون مستقبل افضل يا رب. طبعا بشك بالنسبة لاوروبا هلا مع كيف اليمين السياسي عم يتطور وكيف الامور والجرائم الكراهية اللي عم تصير، بشك انه نحن رايحين والامراض وهي الاشياء وكل هي يعني كل ما عم تعقد الامور، لكن بيقول لك ما اضيق الحياة لولا فسحة الامل. طيب عم بقوله كمان اعمالك انت وين بتحب تتوصل، لمين تتمنى توصل؟ كل شيء كل شيء ممكن، ما بعرف. هذا اللطيف كان موضوع انه كل جزئية كل عمل صغير بنعمله بيوصل لمكان بيرفع لك معنوياتك. يعني وقت كان بالسينما هون بالنيمسا كان في موفي وكان في انا العازف العود فيه، فطلع اسماء صاروا اصدقائي يحضروا الموفي يدقوا لي انه شفت اسمك، حتى ناس عرفت شو يعني. او مثلا وقت بتشوف وقت صديقتي بالشام بعثت لي فيديو اغنيه اسمر اللون، كانوا قاعدين بكافي شوب بالشام وصورتها هيك بالفيديو حاطينها على الشاشه وانا هون، يعني عرفت شو ماني متخيل هذا الموضوع انا وبسمع عم نعزف وبعثت لي هي التفاصيل. بتمنى اعمالي دائما تعمل هي التفاصيل الصغيره وقت بتحس انه عم يوصلوا. الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. كمان سؤال، شو رايك بموجة الطلاق اللي عم تصير باوروبا؟ انا انسان كثير بامن بحرية المرأة بشكل جدي، وانا بامن كمان انه مجتمعنا هو ظالم للمرأة، ومجتمعنا ما عم بحكي على العادات والتقاليد اللي مرتبطة بالدين، انا عم بحكي عن مجموعة العادات التي بتخلي المرأة السورية حصرا او السورية المرأة الشرقية تحت ظروف غير عادلة، من التعنيف الأسري. يعني كان قديش كان في نساء تسمع عنهم تعنيف أسري، طبعا اذا في امرأة تعرض للتعنيف للأذى الجسدي وهلا بهذا المجتمع عندها قدرة تحمي نفس، انا 100% معها. بس كمان هي امور شخصية تانية، الحرب غيرتنا واللي صار غيرنا كأصدقاء، تخيل كأولاد عائلة كشركاء، عرفت؟ ففكرة الطلاق أو فكرة تغير طبيعة العلاقات البشرية بعد الحرب هو شيء تلقائي، ما نحن كلياتنا تغيرنا. أنا من الناس في عندي أصدقاء ما عاد فيني أحكي معهم، عرفت؟ وفي عندك ناس صار معها حالات كآبة معين، في عندك ناس صار مع ألف قصة، ظروف الجديدة اللي عم نعيشها، الدنيا عم تغيرنا بشكل يومي، وهذا الحكي عم ينعكس على العلاقات الاجتماعية. الفكرة بأنه نحن بنقدر بنلاحظ هذا الشيء أكثر بعلاقات الزواج، لأنه في نظام مؤسساتي، نتزوج انتهى الزواج صار في طلاق، بس هذا الحكي أنا برأيي بينطبق على كل العلاقات الاجتماعية اللي نحن عم نعيشها. لكن أنا بضل مع أنه المرأة السورية تحرر، ومع أنه في كتير أشياء كان القانون تبعنا يقبلها، عرفت شو؟ انا سعيد جدا بانه انه انه في قانون يحمي جميع السوريين هلا، حتى لو ما كان القانون سوري، على القليله قدرانين الناس تعبر عن نفسها. هذا رايي. ممتاز. كمان فيك توصف لنا كيف تتخيل 2030؟ اوبا، بعد 10 سنين. ايه شوف، انا صدقا ما عندي فكرة، متخيل؟ صدقا ما عندي فكرة. أيامات زمان كنا نتخيل بأنه 2020 رح تكون شغلة كتير متطورة، بالنهاية ما حسينا بأي شيء بتطور، يعني مرقنا فيهم. أنا وهلأ آخر شيء عم بحضر كتير أفلام إلى علاقة بنهاية العالم، عرفت شو، زلازل وأمراض وكذا، دائما هيك زومبيز وأشياء. يا طيب، عن جد ما عندي فكرة كيف نكون 2030. أنا ما كان عندي فكرة، يعني ما كنت متخيل إنه أنا بال 2011، ما كنت متخيل تترك سوريا، إنه أنا بال 2000 بنص 2011 2012 ماني موجود بالشام. الدنيا كتير كتير مفاجئة. طيب عروة، شو رسالتك الأخيرة اللي بتوجهها للناس اللي عم يشوفوك الآن ونختم فيها الحلقة؟ أول شيء بدي أقول لك شكرا كتير نور،
شكرا على الاستضافة، وشكرا لكل الشباب والتيم الموجود هون. للناس برا، اول شيء انا كان لي عن جد، انا كتير بتشرف انه كان عندي منبر وصل لكم. شكرا كثير انكم سمعتونا، وطبعا كنت سمعوا الموسيقى كلها موجوده اونلاين. بدي اقول لكم انه لسه في، يعني نوقف جنب بعض شوي اكثر، انه نكون جنب بعض، ندعم المشاريع السوريين، المشاريع الصغيره، المبادرات اللي عم تصير. في شغل كثير حلو عم يصير خصوصي باوروبا، وفي ناس كثير عم تعمل خطوات كثير مهمه. نكون جنب بعض، نكون موجودين هنيك، لحتى نقدر نبني شيء، لحتى نقدر نعوض شيء اللي، او نحاول نعوض شيء اللي نقصنا. وان شاء الله تكون هي السنه، وتكون الايامات الجايه كلها سلام، وتوقف الحرب ان شاء الله. يعمل الامن والامان على العالم جميعا. امين. ونخلص من الفيروسات اللي عم تطلع. مو هيك؟ الله المستعان. شرفت فيك عروه، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب. وفي كل ما تنزل ألبوم جديد بعث لي هيك اللينك مشان ننشر لك اياه ان شاء الله. أكيد. الله يعطيك العافية عروة. شكرا كثير. وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا. لنا لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم. I'm not afraid.